طيب دلوقتي جه ميعادنا مع حضراتكم والتقرير اللي بيلخص لكم ايه اللي حصل في المسلسلات امبارح في الحلقه الثالثه في مسلسلات رمضان، واللي كان فيها طبعا احداث كتيره وتفاصيل مهمه شدت الناس. خلينا نشوفها من خلال التقرير. احداث دراميه جديده لمسلسلات دراما رمضان شهدتها الحلقات الثالثه. بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل الاختيار ثلاثة اللي جت تحت اسم أخوانة الدولة بزيارة مرشد الجماعة محمد بديع لوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي. بيعترف بديع للسيسي إن الشعب بيحبه وإنه بيمتلك شعبية بين الجنود كمان. بديع قال للسيسي إن هناك تباعد ما بينهم، علشان كده السيسي رد عليه بحزم وأكد له إنه شايف تدخل الإخوان في أمور ما تخصهمش وإن الدولة ليها رئيس، فليه الإخوان بيتدخلوا في أجهزة الدولة؟ وليه خيرت الشاطر والبلتاجي بيروحوا الأجهزة الأمنية وبيطلبوا حاجات مش من اختصاصاتهم؟ وبيشدد السيسي للمرشد إن الجيش لابد إنه يكون بعيد عن الانتماءات سواء دينية أو حزبية أو غيرها، وإنه يكون قائم بذاته. ولا بلف ودور ولا ليا مصلحة غير بلدي بس. علشان كده أنا عايز أبقى صريح وواضح. مفيش خلاف، الصراحة مطلوبة يا سيادة الفريق. الإخوان بيتدخلوا في أمور لا تخصهم ولا تعنيهم. كمان الحلقة الثالثة من مسلسل العائدون شهدت أحداث مهمة بعد بداية الحلقة بمشهد مؤثر من خلال بكاء أمير كرارة على محمد فراج أبو مصعب بعد ما شاف فيديو إعدامه من تنظيم داعش حرقاً، وتطور الأمر لاسترجاع ذكرياته معاه، وتم الكشف عن شخصية أبو مصعب وإن كرارة هو اللي كان بيقوم بتدريبه على القيام بمهمته وزرعه وسط التنظيم الإرهابي. واتنقلت الأحداث لتنظيم داعش وتحديداً عند سياف، واحد من قادة التنظيم الإرهابي اللي خلى نزار دراعه اليمين بعد قتل أبو مصعب. اسبق شو ها؟ ده ميت. اكشف وجهه. بقول لك ده ميت حرام. اكشف وجهه. أما الحلقة الثالثة من مسلسل فاتن أمل حربي للنجمة نيلي كريم فبدأت بمشهد فلاش باك عن مشاجرة ما بين سيف شريف سلامة وفاتن نيلي كريم. المشهد لسيف وهو بيعد البيض اللي اتبقى من الكرتونة ولقاهم 10، فبينادي على فاتن بغضب وبيقول لها إنه هيخصمهم من مصروفها، وقالت له إنها بتصرف كل مرتبها عليه وعلى البيت، حتى إنه لمح لها تلبس الحجاب وتوفر تمن الكوافير، وردت عليه بإنها ما راحتش للكوافير من وقت جوازهم غير مرة واحدة بس، لحد ما سيف قام وقص جزء من شعرها وخلاها تعيط. شو عليك؟ انت بتعيطي؟ انا مش عايزه بيت تاني تزعليش. انا هجيب لك بيضه شوكولاته وجواها فيها لعب. الحلقة الثالثة من مسلسل أحلام سعيدة شهدت رفض فريدة اللي بتجسد شخصيتها الفنانة يسرى تدخل غادة عادل في حياتها وهي زميلتها اللي بتشاركها جلسات العلاج. من هنا جابت غادة عادل رقم تليفون فريدة علشان تتكلم معاها، ولكن فريدة رفضت الكلام معاها وقفلت السكة في وشها. غادة عادل ما سكتتش برضو وراحت بيت فريدة علشان تعتذر لها، لكن فريدة اعتقدت إنها من طرف أخوها صالح لحد ما شكت فيها وافتكرت إنها ورا محاولة قتلها، وبالتالي طردتها من البيت. وما تزروتش مكانها وتعمل بالممسحة بعد كده. كنت بتشتغل فين دي يا رجل؟ هي مين دي؟ الشغالة اللي معاك. شغالت إيه؟ دي قالت لي إنها صاحبة حضرتك. لا أنا ما عنديش أصحاب، أنا ما عنديش مواعيد، ما حدش جاي لي. أنتوا بتشيلوا المساحة وحاجة التنظيف فين؟ أنت مين؟ انت مين؟ انا شيرين اللي معاكي في جروب الدكتوره منال اللي قفلت السكه في وشها. ايوه انا. عايزه ايه؟ مين اللي بعتك؟ صالح اللي بعتك صح؟ لا خالص، انا جايه عشان اعتذر لك عشان اخدت نمرتك من غير ما استاذنك. طب انت بتعتذري لي عشان اخدتي النمره من غير ما تستاذني، تقوم تيجي البيت من غير ما تستاذني ازاي؟ ازاي يعني؟ اما الحلقه الثالثه من مسلسل في بيتنا روبوت 2 فشهدت احداث ومواقف طريفه وكوميديه. الحلقة بدأت بوصول يوسف لمكان دكتورة النساء اللي راحت ليها زوجته سارة، لكنه ما لقاش مكان للعربية بتاعته، وبمجرد ما لقى مكان جه شخص مجهول وسبقه.
هنا اضطر يوسف ينزل من العربية ويتخانق معاه على اللي عمله، لكن الشخص التاني مدلوش فرصة ووبخه بحجة إن الشارع مش ملك الحد. شفت اللي حصل؟ خد الركن وهزقك. أعمل إيه في الاستفزاز ده بقى؟ فسيله. إيه؟ العجل. وبدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل الكبير قوي بوصول الكبيرة سما إبراهيم عمة الكبير قوي للمزاريطة، وطلبت منه التركيز مع أهل البلد، وهددته كمان بسحب العمودية منه، وقالت له العمودية بتطلع ليه من بيت الكبير؟ وهنا رد عليها الكبير قوي وقال لها أنا وضعي صعب، أنا سنجل أب، يعني أب وأم في نفس الوقت. فردت عليه إنه لازم يتجوز خلال أسبوع لأن المزاريطة بتضيع ولازم يفوق من اللي هو فيه. وفي مشهد تاني بيظهر فيه جوني وهو بيمارس الرياضة علشان يخسر وزنه قبل فرح الكبير قوي، لكنه فشل لأنه بيحب الأكل جداً. وبلغ جوني هدرس إنه هيسيب المزاريطة لمدة شهر عشان يقدر يخس ويخسر وزنه. ومش هرجع إلا وأنا فورمة، ولو ما عملتش فورمة مش هرجع تاني أبداً. عيب عليكي يا سوسو، ثلاث نقط، وشك نظارة شمس، وش عم يقمز ويطلع لسان. الحلقة الثالثة من مسلسل المشوار كشفت عن هروب محمد رمضان ماهر وزوجته دينا الشربيني من المصنع، وده بعد ما كشف مكانهم رجال أحمد كمال اللي هو وجيه بيه المتهم في قضية التجارة في الأثار. وطلب وجيه من زوجته الوصول لمحمد رمضان فوراً، وقدروا يعرفوا مكانه من خلال تليفون صاحبه سعيد. ليه كده يا ماهر؟ أنت متعود تقفل في وش أصحابك كده؟ طب بص بقى، سعيد معانا وموبايل سعيد معانا وانت كمان هتبقى معانا. مداخل ومخارج الشركة كلها تحت عيني. بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل راجعين يا هوى بدخول خالد النبوي على أسرة الفنانة نور، وهو الأمر اللي خلاها تقدم بليغ على إنه خطبها، وحكت قصة مش حقيقية إنها تعرفت عليه في مؤتمر طبي أثناء فترة تواجدهم في بودابست المجرية، ولكن حقيقة الأمر إنهم اتعرفوا على بعض داخل الطيارة عن طريق الصدفة، إلا إن تبادل شنطة كل منهم مع التاني جعل الفرصة مواتية لدخولهم في صداقة. وقام والد الفنانة نور بعمل عزومة للفنان خالد النبوي في أحد المطاعم، واتكلم معاه عن تفاصيل حياته ودراسته للدكتوراه في المجر. بليغ، أنا أظن إن الكلام اللي بتقوله دكتورة ماجي ده كلام مظبوط. بعدين يا عم يا دي احنا فيها اهو، انا بطلب ايدها من حضرتك ومن حضرتك يا طنط ومن حضرتك. مين الاستاذ؟ ما تشغلش بالك، ده واحد جاي مع باباه وماشي دلوقتي. واحد استاذن انا اقعد. بدأت كمان الحلقة الثالثة من مسلسل مكتوب عليا بظهور الفنان محمد ممدوح كضيف شرف في دور طبيب نفسي، وراح له أكرم حسني عشان يستكشف حقيقة الكلام اللي بيظهر على إيده، ودار بينهم حوار كوميدي. وقام ممدوح بعمل اختبارات طبية بطريقة كوميدية لأكرم، ولما رجع لبيته اصطدم بوالده إحسان اللي اتريق عليه ودايماً بيقلل من إمكانياته. ماما، ماما، حبيبتي. ايه يا ماما، ايه يا ماما، ايه ناقصه بوظان اعصاب يا ماما. قومي يا حبيبتي نامي جوه. لا لا كويس انك انت صحيتي عشان اتفرج على التلفزيون واشوف المسلسل واعرف مين اللي قتلها.